Habibi. اهلا بيكم معنا في حلقه جديده من وان تو. لسه تغطيتنا مستمره لليورو 2012. تعالوا نتعرف على هايلايتس اليوم الثالث للبطوله. هنبتدي بترتيب الفرق ونتائج المباريات لليوم الثالث. كرواتيا بتتصدر المجموعه الثالثه بفوز على ايرلندا 3-1. تعادل ايجابي في ثاني قمم البطوله بين اسبانيا وايطاليا، بيحتلوا بيه المركز الثاني والثالث على التوالي. ودلوقتي تعالوا نشوف اهم التصريحات. المدير الفني لمنتخب كرواتيا يصرح قادرون على هزيمه اسبانيا وايطاليا. بعد هزيمة ترابتوني يعترف كرواتيا استحقت الفوز، ولكن سنعيد المحاولة أمام إسبانيا. لويس أراغونيس المدير الفني السابق لمنتخب الإسباني ينتقد أداء اللاعبين ويحمل ديلبوسكي سبب التعادل. إنيستا يصف التعادل مع إيطاليا بالمذاق الحلو المر. وبكده تكون خلصت جولتنا سريعة، لكن استنوا بقى تغطيتنا مع اليورو 2012 من وان تو.